على السباحة أحمد ضيفي، كل التحية والتقدير لحضراتكم. النهاردة في تركية صغيرة لاختبار مواسير كاسل اللي هي تبع شركة إيديك، اللي هي أصلا أنا ما بعملهاش دعاية عامة يعني كده في المقدمة عشان محدش بس يحصل بدون مكلمة، الشركة غنية عن التعريف. أنا كل الموضوع في جدل داير إنه بيقول لك لا الشغل الجوان ما يدفنش، ناس بتخاف منه، في بعض الفنانين بتخاف منه ما جربتوش يعني. فاحنا مصداقية للكلام ده كله، احنا عندنا اهو وصلة طالعة من جوه الحمام اكرمكم الله، وكده احنا ضربينها مية حاليا حضراتكم، وكده المفروض هنفك الضغط بتاعكم. وكده حاليا مفيش أي حاجة بالنسبة لللبر ولا للحماد خالص، اللبر يعني عامة الحماد دي في لبر. كده احنا هنفك حضراتكم الضغط، بس بنأكد إن مفيش حاجة عندنا، والوصلة جوه قفلنا عليها، مفيش أي حاجة خالص بالنسبة لموضوع موضوع الضغط او موضوع الله. اهو حضراتكم اهو كده الميه المضروبه فاصلة صغيره بالنسبه لمين؟ بالنسبه للقعده الفرنجي اكرمكم الله. الهدف في الفيديو ده لحضراتكم ان انا كده اللبر ما اخافش منه، طالما انا ركبت اللبر سليم مفيش عطر مع اللبر، استخدمت الشحم النباتي، وده شيء مهم جدا واساسي، عشان كده الشركه بتطلع شحم نباتي، لان الشحم النباتي مش مجرد حضرتك ان هو بيسهل معاك عملية التركيب، دي الوظيفة الأولى، ولكن غير كده هو بيحافظ على جودة الجوان، اللي هو أساسا الجوان معمول تحت ضغط عالي، بيستحمل درجات الحرارة العالية، وحاجة قيمة جدا. فهم كمان بيدوا لك يعني إيه نفس المعطيات بحيث يتحافظ على الجوان ده عشان ما ينشفش، عشان عمر الافتراضي يبقى أطول. لكن بعض الأخوة الفنيين بيستخدموا ممكن فري، بيستخدموا ممكن شحم عربيات، ما هو ده ماشي بيسهل معاك بس موضوع التركيب، ولكن ما بيحافظش معاك للبر، لذلك لو حصل تسريب المشكله كلها بتكمن في الحته دي. يبقى احنا اللي خلفنا القواعد، لانه يعني دايما لو هتمشي صح هتوصل صح، تيجي في النص تعمل تركيه صغيره ملهاش لازمه، فتبص تلاقي نفسك انت ايه، انت ضحكت العميل ضاع معاك. فكده احنا قدمنا اعلى كفاءه واعلى ديزاين واعلى امان للعميل، زائد انه الشركه طبعا مشكوره علمت واستلمت الشغل ده اصلا، وبتدي للعميل ضمان حقيقي على الشغل. غير كده احنا الاختبار ده كده ارتحنا بالنسبه لما فيش تسريب، عشان لما تبلط حضرتك تحط تكلفه البلاط وفن البلاط والسيراميك والاسمنت لغايه ما تستخدم حمامك اكرمكم الله، يبقى انت 1000 ل 1000 شغل 100% اعلى كفاءه، مفيش ثاني كلام. ويبقى كده في الاول وفي الاخر اللي ما شافش الفيديو حضراتكم، احنا بناكد انه المنتج 1000 ل 1000 غني عن التعريف وعن اي دعايه من اي حد، الشركه مش مستناني انا اعمل لها دعايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه بناكد ان الجوان طالما استخدم صح مفيش عفر واشتغلت شغل نظيف، استخدمت الشحم النباتي ما تخافش منه خالص، ما تخافش منه في الشغل المدفون، بيتدفن في قلب الخرسانات في الخليج. انا عن نفسي